عندنا فروت سلط، فروت سلط عايزين نعمله بالزبادي. نعمله ازاي؟ السفره بتاعتنا حلوه، عليها طبق السلطه الخضراء، عليها الفروت سلط، ولكن مهم جدا وانا بعمل الفروت سلط يا عم الشيف احط له زبادي علشان يساعد على الهضم. اعمله ازاي؟ استفيد بالحامض اللي موجود على الفروت سلط. يعني ايه؟ يعني الفروت سلط علشان احتفظ بالوانه الطبيعيه لازم احطه في حامض عصير ليمون او عصير برتقال بالشكل ده. كده كده بنوسع الدنيا اهوت زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ مقادير الفروت سلط شفناها يا شباب قبل ما اشتغل، ايه رايكم؟ مفيش مقادير؟ عينيا. حاضر. هي عباره عن تشكيله من الفواكه وزبادي. الشيف المغازي عايز يعمل طبق حلو النهارده ما ياخدش مننا وقت، وفي نفس الوقت تبقى قيمته الغذائيه عاليه جدا ويساعد على الهضم. ادي الفروت سلط بتاعنا، حاطينه طبعا في حامض من عصير الليمون، بنصفيه كده من الحامض بالشكل ده كده اهو. عنب، تفاح، كيوي، موز، خوخ، عندك في موسم المانجا حطي مانجا. شفت مانجا عويس امبارح كلت صوابعي وراها بجد، استفتحت كده بوحدايه ما قدرتش اقاوم، خدت الثانيه ما قدرتش اقاوم، خدت الثالثه لقيت نفسي كده اخش في الرابعه والخامسه شلتها من قدامي. بنزل بالزبادي ده كده اهو، وبنزل بشويه سكر. التركيه بتاعه المغازل اللي متعودين عليها، هو ده الكلام معايا. نعمين زي الفل. تمام. معانا كالعاده ورقتين نعناع اخضر. انا بحب دايما النعناع الاخضر مع البطيخ مع الفروت سلط، بيدي كده تركيه حلوه، بيدي طعم حلو ما بين السنان وما بين اللسه، وخاصه لما تكون الفواكه سكريه وفيها حامض. هننزل بدول كده ونقلبهم بألف هنا وشفا. اه ده الفروت سلط اللي انا عامله النهارده بطريقه جديده مع زبادي. كاسه من ده كده بعد الاكله الحلوه دي كده. عملنا فتت الطرب بطريقه جديده، وعملنا رز بسمتي للاولاد بيحبوه، وعملنا كباب حله واخد طعم الفته، طعم الفحم. مهم جدا العيش السوري اللي انا حاطط تحت منه طبعا عشان يشرب الصوص والبارز اللي ينزل. السفره بتاعتنا لازم يكون عليها طبق السلطه